هنكمل. كان اصلا مسألتين بس في شابتر 9، وهنكمل ان شاء الله شابتر 10، وبقى خلصنا باذن الله المنهج، وان شاء الله باذن الله ما باكد عليكم تاني على ميعاد الكويز. تمام، كل يبقى مجهزه ومحضره الساعة 10 الصبح ان شاء الله، وباذن الله الدنيا تبقى تمام يعني. خلاص يوم الجمعة صح يا باشمهندس؟ تمام. الباوربوينت صارت عندكم يا باشمهندسين؟ ظهرت. تمام. يبقى ان شاء الله باذن الله هنبدا دلوقتي. كان ناقص لنا مسالتين كده في مسائل شابتر 9. طبعا احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على الانتجريشن، وازاي بنقدر نعمل انتجريشن عن طريق ان احنا بنعمل انتجريشن للاكس باور للاليمنت دي اريا على انتجريشن الدي اريا. وكنا بنقول يا باشمهندسين ان الاكس بار للاليمنت حسب انا بختار الاليمنت ازاي. هل انا بختار الاليمنت ده بالنسبه للاكس بار يعني، او الواي بار حسب اختار الاليمنت ازاي، ممكن اختاره شريحه افقيه او راسيه. تمام، وقلنا كده او كده الاثنين صح. تمام، المهم ان انت تختار وتختار الدي اريا صح، وتشوف الاكس بار بتاعت الاليمنت صح والواي بار بتاعت الاليمنت صح. طيب هنا مثلا مسألة 29، وممكن يعمل لك ايه في المسائل؟ يجيب لك مسألة عبارة عن مسألة اكوليبريم، زي مسألة الاكوليبريم بتاعت ال 2 دايمنشن اللي هتجي لك مثلا في كويز، بس يكون فيها جزء للايه؟ للسنترويد او السنتر اوف ماس، عشان تحدد الويت فين بالظبط. يعني هنا المسألة دي يا باشمهندسين اهو بيقول لي the plate has a thickness of نص انش and is made of a steel. المادة بتاعته الستيل، ومديني الرو بتاعت الستيل او الرو specific weight for 490 داون بير فيت كيوب. تمام، عايز الهوريزونتال والفيرتيكال كومبوننت رياكشن بتاعت البين اي وبتاعت الفورس ان ذا كورد بي. يعني لما يسألك على الرياكشن بتاع بن او فورس في حبل، ده مسائل شابتر 5 ومسائل يعني مسائل شابتر 5. لكن هو هنا انا ببص البليد ده ليه ويت، ما هو قايل لي ليه سبيسيفيك ويت 490 باوند بير فيت كيوب. هل انا عارف مكانه؟ لا، فمحتاج ان انا اعرف مكانه عن طريق ان انا اعرف مكان السنتر اوف ماس بقانون. تمام، هل انا عارف الويت ذات نفسه؟ لا، فانا لازم اجيب الاريا، ان انا اعمل انتجريشن اجيب الاريا واضربه في السيكنس. وانت بتقرا المساله دي يا باشمهندس، في ناس كتيره بتغلط في الحته دي، لازم تخليك بالك منها. اليونتس هنا فيت وفيت، فهطلع لك الاريا بالفيت سكوير، ما فيهاش مشكله لما تيجي تعمل انتجريشن. لكن السيكنس ده في بالانش. حد فاكر يا باشمهندسين الانش كام فيت؟ نص. الانش كام؟ 12. لا، 1 على 12، الفيت هو ال 12 انش. تمام؟ وده منطقي يعني ان السيكنس هيبقى كبير، يعني البليته طولها 3. تمام؟ يعني حتى لو جت في دماغك كده البليته طولها 3، فلو قلت نص في 12 يبقى 6، يعني السيكنس 6 ده بقت اسطوانه كده. لكن هي 1 على 12، فنص المفروض دي اول حاجه وانت بتطلع الجيفن بتاعتك تعملها، عشان انا بقول لك انت هتنساها في الاخر، تروح ضرب السيكنس في الاريا وتنسى اهو عشان احولها لفيت. النقطه الثانيه يا باشمهندس، او احدد بس ارسم الفليبر دايجرام، هحط هنا البن هيبقى ليه اي واي
وهيبقى ليه ايه اكس. الفورس اللي في الكورد بنخليها تنشن، الويت لتحت. حد يقدر يقول لي بقى يا باشمهندسين المسافة دي ايه بالظبط؟ المسافة اللي انا عاملها بالداش دي مكان السنترويد الاكس بار. برافو. لان اقول لك ليه يا باشمهندس؟ لان هنا المفروض ده الاوريجن، فالمسافة من هنا ده السنترويد بتاع الـ او السنتر اوف ماس بتاع البليتا، فيبقى ده الاكس بار بتاعها وده الواي بار بتاعها. فانا مش مهم يعني لما ببص على المساله بالنسبه لي، وانا عشان اختصر الوقت مش مهم ان انا اجيب الواي بار، ما انا هاخد مومنت عند الاي او البي، الاثنين مش محتاجين غير الاكس بار، فانا ما يهمنيش غير الاكس بار. طبعا زي ما انت عارف هناخد شريحه افقيه، ممكن تاخد شريحه راسيه بس يفضل شريحه افقيه عشان تبقى على طول اكس دي واي. تمام اهو خدنا شريحة أفقية زي ما أنت شايف، دي أريا بتاعتها تبقى إكس دي واي، الإكس بار تبقى إكس على اتنين عشان طول الشريحة كله إكس، والواي بار واي. طبعا أنا مش مهم بالنسبة لي الواي بار زي ما قلت لك، لأن أنا كل اللي هحتاجه الإكس بار. هنعمل انتجريشن للإكس بار دي أريا على انتجريشن دي أريا، هنشيل الإكس بار بتاعت الإليمنت ونحط إكس على اتنين، ونشيل الدي أريا ونحط إكس دي واي. زي ما أنت فاكر ان انا ما ينفعش اعمل انتجريشن اكس دي واي، فاشيل الكل اكس واحط مكانها ايه يا باشمهندسين؟ روت 3 واي. ليه روت 3 واي بوزيتيف مش نيجاتيف؟ لان زي ما انت شايف ده بارابولا وانا شغال في الربع الاول، فلازم الاكس تبقى بوزيتيف عشان والواي تبقى بوزيتيف. خلي بالك لو البارابولا دي زي ما انت عارف ليها جزء تاني نيجاتيف، فلو هو نفس الكيرف وقال لك واي بتساوي اكس سكوير على 3 بس في الجزء التاني، ساعتها كنت هاخد النيجاتيف روت بتاع الجذر مش هاخد البوزيتيف روت. تمام ده داخل فتح المايك. نكمل يا باشمهندسين، فهشيل الاكس سكوير واحط مكانها 3 واي، وهشيل النص اهو ده النص معايا، وهشيل هنا الاكس دي واي واحط مكانها روت 3 واي دي واي. تمام. بعدين الانتجريشن زي ما قلنا بناخد الليمتس بتاعت الانتجريشن من الواي، لان انا بعمل انتجريشن بالنسبه للواي، فالواي البدايه بتاعته 0 والنهايه بتاعته 3، يبقى من 0 ل 3. طبعا الانتجريشن ده بسيط جدا، هنا هتبقى 3 على 2 هناخدها كومن فاكتور، واي سكوير على 2، وهنا واي باور 3 على 2 على 3 على 2 وفي جذر 3، او تكتبها على الكالكوليتر على طول وتحلها تطلع 1.125 فيت. كده انا عرفت الاكس بار وما يهمنيش ان انا اعرف الباقي يعني او الواي بار. طيب لكن يهمني كمان ان انا اعرف الويت. احنا قلنا اهو ادي الفري بار دايجرام اللي احنا رسمينه، انا جبت الاكس بار خلاص ناقص الويت بقى. الويت خلي بالك اليونت 490 باوند بير فيت كيوب، انا الاريا تطلع لي بالفيت سكوير، فلازم اضربها في السكنس وبعد كده اضربها في الرو. الاريا هنجيبها من انتجريشن الدي اريا اللي داخل يا باشمهندس اف المايك. عندك يا باشمهندس اللي داخل فتح المايك يعني خلاص ثانية واحدة بس، يعني الترم بيخلص وبرضه الناس بتخش تفتح المايك، تخش ناسية وتفتح المايك مش عارف هو قفل. ايوه قفل يا باشمهندس. ماشي تمام نكمل.
فهنا دلوقتي يا باشمهندسين التجريشن الدياليه هيبقى اكس دي واي، هشيل الاكس ونحط غاز 3 دي واي خلاص زي ما انت عارف، ونعمل انتجريشن. طبعا انت عامله المفروض عملته هنا يعني، هيطلع لك الاريا ب 6. قلنا عشان نجيب الويت نضرب الاريا في السيكنس في الرو، او رو في الفوليوم، الرو في الاريا في السيكنس. الرو ب 490، الاريا طلعناها ب 6، وقلنا ما تنساش تحط النص على 12. عشان كده انا حتى قلت لك من الاول حطها، لان في ناس كتير بقى بعد ما تكون خلاص اتعملت كده ووصلت الاريا تروح بص على المساله بسرعه، ما تبصش حتى على اليونت، وتروح لها نص وتروح حطها نص على طول. فمن الاول خالص كده وانت بتطلع على اليونت لما تلاقي يونت غريبه حولها عشان ما تتلخبطش في الاخر. هيطلع لك 122.5 باوند. مش مهندس احنا علينا يونت الثانيه تتحول غير الانش الفيت؟ لا ما عندهاش، يعني ما عندهاش غير انش الفيت بس، او مليمتر لمتر حاجه زي كده. تمام، يطلع لي 122.5 باوند. خلاص كده الفري باث ديجرام بتاعي طيب بالشكل ده. انا عندي اي اكس وي واي، وعندي 122.5 باوند، وعندي الديستانس اللي هنا 1.125، وعندي هنا التي بي. هنستخدم الاكوليبرام ايكويشن بتاعتي اهي. اول حاجه خالص هناخد مومنت عند الاي، وهنساوي المومنت اللي عند الاي بايه؟ بزيرو. اول ما اساوي المومنت اللي عند الاي بزيرو هكنسل الاي اكس والاي واي، هيبقى الدبليو او نيجاتيف الدبليو في كام؟ في الاكس بار اللي هي 1.125. الكلام سهل بقى الباقي. بلس تي بي في 3. طبعا ايكوال 0. طبعا انا عارف الدبليو خلاص او الويت عارفها، يبقى التي بي خلاص اقدر اجيبها. طيب حد يقدر يقول لي الـ AY هتساوي كم؟ 122.5 لبرا. بالظبط الـ AY هتساوي 122.5 باوند. الـ AY هتساوي 122.5 باوند. والـ AX هتساوي الـ tension B. بس معادلات سهلة يعني، خلاص هو الموضوع بقى سهل جدا وبسيط. يعني الصعوبة او الشغل ان انت تجيب الويت وتجيب مكان، بعد كده خلاص بقت مسألة سهلة جدا. حد عنده مشكلة لحد دلوقتي في المسألة دي يا باشمهندس؟ باشمهندس وحضرتك قلت ان البرابولا لما يبقى ليها جزء في النيجاتيف هنعمل ايه؟ بدل ما كنت هتاخد اكس بجذر 3 واي هتاخد اكس بنيجاتيف جذر 3 واي. تمام ماشي. طب يا باشمهندس والقانون اللي هي الرو اي تي ده جه منين؟ لا ما هو جه معروف ان الماس هي عباره عن الدنستي في الفوليوم. ما تعرفش الموضوع ده ان الماس هي الدنستي في الفوليوم؟ او الويت عموما هي الدنستي في الفوليوم. فانا معايا اريا. الفوليوم بجيبه منين؟ ان انا اضرب الاريا في السيكنس زي السلندر كده، مش السلندر بنضرب مساحة القاعدة في الارتفاع هنا زي هنا، تعتبر كأنها قاعدة في مساحة القاعدة في ارتفاع، فكأن الارتفاع ده هو السيكنس بس، فبنضرب مساحة البارابولا في السيكنس أو مساحة الاريا يعني في السيكنس. هو يا باشمهندس احنا مش هنضرب الويت في الجرافيتي، قصدي الام في الجرافيتي. لا ما هو دي ما بتعتبرش، يعني قلنا لما بتبقى عندك باوند ما نحولش يعني. معلش الصوت قطع. لو ايه لو عندي باوند ايه ما بحولش.
لو انا عندي بالباوند اليونت عندي بالباوند مش بالكيلو جرام، الكيلو جرام هو اللي بضربها في الجرافتي، لكن الباوند بشتغل بيه عادي. تمام ماشي. تمام خلاص مش راصين. تمام تعال نشوف مسألة كمان. هنا بيقول لي ايه في المسألة دي؟ مسألة 31 locate the centroid of the area، وبيقول لي hint choose the element thickness of the wall. طبعا مش في الامتحان هيقول لك hint، انا مش عارف الامتحان هيقول لك hint يعني دي واحنا بنحل هنا، لكن في الامتحان هيقول هيسيب لك المسألة كده ويقول لك ايه اعمل. انا اسألكوا سؤال يا باشمهندسين، مش المسألة دي ممكن تتحل بطريقتين، الطريقة الهنت ودي اللي هنشوفها دلوقتي. حد شايف المسألة دي يقدر يقول لي ممكن احلها بطريقة تانية؟ بالظبط، برافو عليك. الجزء الاولاني المثلث، مثلث اهو طوله واحد وواحد، اقدر اجيب له السنترويد بتاعه. لو هتشوف السنترويد بتاعه هتلاقي ان السنترويد بتاعه واحد على ثلاثة في الواي، هيبقى واحد على ثلاثة في الواي، وفي الاكس هيبقى كام؟ هيبقى واحد بلس واحد على ثلاثة يعني اربعة على ثلاثة. طيب وهنا؟ هنا بقى تاخد شريحة خلاص واعمل انتجريشن، وبعد كده اعمل التيبل بتاعي اهو، الاريا الاولانية واعمل التيبل بتاعي الاريا وادي الاكس بار والواي بار والاريا وهكذا يعني، والتيبل بتاعي اول شكل اللي هو مثلا المثلث جبت له الاكس بار وجبت له الواي بار وجبت له الاريا، تاني شكل اللي هو الكيرف عن طريق الانتجريشن جبت له الاكس بار وجبت له الواي بار وجبت له الاريا، صح ولا مش صح؟ واخد سميشن اكس بار اريا على سميشن الاريا، وبعد كده سميشن الواي بار اريا على سميشن الاريا. حد عنده مشكله في الطريقه دي يا باشمهندسين قبل ما ندخل على الطريقه الثانيه؟ تمام ولا ايه؟ هو انا هجيب الاكس بار والواي بار بالقوانين المحفوظه صح؟ لا المثلث القانون محفوظ، ما احنا المثلث قلنا واحد على ثلاثة واحد على ثلاثة، التاني هجيبه بالانتجريشن عادي كانه كيرف، وبنجيب الانتجريشن للاكس بار دي اريا اللي اخد الاليمنت زي ما قلت لك، اخد شريحه راسيه مثلا افقيه واشتغل بيها عادي، واجيب لها الاكس بار والواي بار والاريا. تمام فهمتها؟ تمام شكرا باشمهندس. تمام خلاص، حد عنده مشكله في الطريقه دي؟ دي طريقه وزي ما قلت لك لو جت في دماغك حلها على طول، بيحل بيها على طول. طبعا هو احنا هنحل بالطريقه اللي هو قايلها بالهنت زي ما هو ان يعني جاب لنا الهنت هنحل بيها اهو. هنعمل ايه؟ هناخد الشريحه الافقيه اللي هو قال عليها اهو، هو قال شريحة أفقية خلاص خدها السيكنس بتاعها دي واي. تمام ده دلوقتي يا باشمهندسين ادي الشريحة الأفقية، لو سميت ده اكس اتنين وده اكس واحد يبقى دي اريا بكام؟ حد يقدر يقول الدي اريا بكام؟ لو سميت الكيرف ده اكس 2 وده اكس 1 حد يقدر يقول الدي اريا بكام؟ اكس 2 ناقص اكس 1 دي واي. بالظبط تعالى واخد بالك في الهنت اهي، اكس 2 ماينس اكس 1 دي واي. بس طبعا زي ما انت عارف احنا مش هينفع نشتغل بالاكس لان احنا الكيرف بتاعنا واي، فهنشيل كل قيمه اكس ونعوض بيها.
اكس 2 جايه من الكيرف واي زائد اكس 2، المفروض هي خلاص ثابته اكس 2 بتساوي 2، يعني اكس 2 هتساوي 2 ماينس واي، سهله اهو من الكيرف الاولاني، والاكس 1 هتساوي واي سكوير، جبنا زي الهنت اللي هو عايزه كده، هنشتغل على نفس الكيرف اللي هو عايزه او نفس الهنت يعني اللي هو عايزه بس خلاص. فبقت 2 ماينس واي ماينس واي سكوير، وبكده هو ده الدقيقة بتاعتي. طيب حد يقدر يقول لي بقى الواي بار بكام بتاعت بتاعت الاليمنت؟ واي تمام. الاكس بار اكس على 2، لا الاكس بار اكس على 2 لما طول الشريحه بتبقى اكس، لكن دلوقتي يا باشمهندس طول الشريحه بكام؟ باكس 2 ماينس اكس 1، فيبقى الاكس بار اكس 2 ماينس اكس 1 على 2، ده اول حاجه. تاني حاجه لما انا هجيب اكس 2 ماينس اكس 1 يا باشمهندسين على 2، هبص كده الاقي هل انا كده واصل للاورجن ولا في بيني وبين الاورجن مسافه؟ يعني لما اخد نص الشريحه كده اهو، خدت نص الشريحه اللي هو اكس 2 ماينس اكس 1 على 2، هل انا كده واصل للاورجن يا باشمهندسين ولا فين بين الاورجن مسافه؟ هل ده الاورجن؟ هل النقطه دي الاورجن؟ لا لا في مسافه، لا في مسافه. طب المسافه قد ايه؟ اكس 1. الاكس 1 بالظبط، بس يبقى بلس الاكس 1. طبعا لما اشوف اكس 2 ماينس اكس 1 على 2 زائد اكس 1 يطلع لي اكس 2 زائد اكس 1 على 2، بس كده مش هنسيب. يبقى انا كده جبت الواي بار وجبت الاكس بار وجبت الدي اريا. حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ ناس فاهمه؟ تمام هنعوض اهو. قلنا الهوريزونتال اليمنت بتاع الاريا اكس 2 ماينس اكس 1 دي واي حطيناها اهو، والاكس بار باكس 2 بلس اكس 1 على 2، هنشيل كل اكس 2 ونحط مكانها 2 ماينس واي، ونشيل كل اكس 1 ونحط مكانها واي سكوير، هيطلع لي في النهايه نص في 2 ماينس واي سكوير ماينس واي باور 4 على 2 ماينس واي ماينس واي سكوير. طبعا بناخد الليمتس بتاعتي من الواي، يعني خلي بالك الاكس هنا لحد 2 بس انا شغال على الدي واي، فباخد من 0 ل 1 يطلع لي 0.914. نفس اللي عملناه في الاكس بار هنعمله في الواي بار، هتبقى واي في x2 ماينس x1 دي واي على x2 ماينس x1 دي واي اللي هي الدقيقة اللي انا خلاص جبتها من فوق، واشيل x2 واحط مكانها 2 ماينس واي، واشيل x1 واحط مكانها y سكوير، تطلع بوينت 3 5 7. تمام. حد عنده مشكلة في الجزء ده؟ كده يبقى اعتبر خلصنا ايه الجزء بتاع شابتر 9. حد عنده سؤال؟ تمام ولا ايه يا باشمهندسين؟ تمام. هلا تعال بقى نشوف شابتر 10. شابتر 10 اللي هو المومنت اوف انرشيا زي بالظبط الجزء بتاع ال يعني المومنت اوف انرشيا زي الجزء بتاع السنترويد كتقسيمه، يعني هتلاقي نوعين من المسائل فيه، اشكال محفوظه تبقى انت عارف المومنت اوف انرشيا زيه وبتقسم الشكل المجموعه من الاشكال اليونيفورم اللي انت عارفها، او حاجات فيها انتجريشن. فانت بتشتغل يا اما حسب لو كيرف تشتغل انتجريشن، لو اشكال محفوظه بتشتغل عادي جدا وتطبق القانون. طب تعالى نشوف الانتجريشن بيبقى ازاي. تمام. طبعا المومنت اوف انرشيا
اللي هناخده هو area moment of inertia. ان في حاجة تانية اسمها mass moment of inertia ودي ان شاء الله هتعرفها في الداينامكس وبتستخدم في معادلات الحركة تمام. لكن area moment of inertia دي يعني probability المادة زي اللي بتحدد مع السنترويد كده بنحدد moment of inertia. موضوع المومنت اوف انرشيا قريب كمان في الانتجريشن من اللي احنا خدناه يعني ان الاي اكس هتلاقيها واي سكوير دي اري انا اشتغل في الاريات برضو والاي واي اكس سكوير دي اري علمها كده ان كل لما اجيب مومنت اوف انرشيا حوالين اكسس لازم يبقى الديستانس العمودي عليها سكوير يعني هو الواي ايه الديستانس العمودي عليها الاكس فيبقى الاي واي بضرب اكس سكوير في الدي اري. طب نيجي للإكس الديستانس العمودي عليها بتبقى الواي فعشان كده بضرب الإكس في الواي سكوير دي يعني. تمام بناخد الإليمنت زي الإليمنت هما طبعا معروفين لا إما هوريزونتال إليمنت لا إما فيرتيكال إليمنت بس هنا يا باشمهندسين هنثبتها بقى يعني أنا هاخد في لما يطلب الآي إكس هاخد الهوريزونتال إليمنت على طول هاخد الشريحة الأفقية لما يطلب الاي واي هتاخد الشريحه الرئيسيه يعني مش هيبقى في هنا المره اللي فاتت كنت قلت لك براحتك بس يفضل ان انت لما تشوف الاكسس في الاريا يبقى تاخد الشريحه العموديه على الاكسس لكن هنا لا انا طلب مني اي اكس هاخدها افقي طلب مني اي واي هاخدها راسي. تعالى نشوف مسائل على الكلمتين دول. حد عنده سؤال قبل ما نشوف مسائل؟ تمام تعال نشوف مسائل. مسألة فاندمنتال 10-1 بيقول لي determine the moment of inertia of the shaded area about the x-axis. تمام قال لي x-axis من غير ما تفكر بقى ما تقولش هاخد شريحة رأسية لا هاخد شريحة أفقية. تمام حد يقدر يقول لي بقى شاطر يقول لي الدي اريا هتساوي كم؟ اللي انت لو جبت الدي اريا صح والمفروض الدي اريا دي انت عارفها من المسائل اللي فاتت يبقى انت خلاص جبت المسائل كلها صح. 1 ماينس اكس دي 1 بالظبط برافو 1 لان انا بشوف ايه الاكس اللي على اليمين ماينس الاكس اللي على الشمال فالاكس اللي على اليمين 1 والاكس اللي على الشمال هي اكس جنرال فيبقى 1 ماينس اكس دي واي جبتها خلاص المسألة اتحدد اهو الباقي بقى انت عارفه الباقي ان انا هعمل ايه هروح اعوض في القانون اللي هو واي سكوير دي اريا وهشيل كل اكس واحط مكانها بروت واي كيوب او واي باور 3 على 2 يعني بس خلاص مسألة تتحل في سطر واحد شلنا قلنا هنبقى زي ما زميلك قال 1 ماينس اكس دي واي ل 1 ماينس اكس الاكس اللي على اليمين ماينس الاكس اللي على الشمال والاكس اللي على اليمين اكس بتساوي 1 واللي على الشمال دي انا هي الجنرال بتاعتي بتاعت الكيرف بانت اكس 1 ماينس اكس دي واي ويبقى الاي اكس بتاعتي واي سكوير دي اريا يبقى واي سكوير في 1 ماينس واي باور 3 على 2 عشان اشيل الاكس ونحط مكانها قيمه الواي. هنعمل انتجريشن هنشوف الليمت الانتجريشن من الواي من 0 ل 1 يبقى 0.11 متر باور 4 خلاص. طيب نيجي هنا هنا بيقول لي يا باشمهندسين determine the moment of inertia of the shaded area about the y axis. طب هتعمل ايه؟ قال لي y خلاص شريحه راسيه. حد يقدر يقول لي الدي اريا بكام؟ واحد ناقص واي دي اكس بالظبط. خد قاعده كده او شريحه افقيه او شريحه افقيه من تشوف اليمين ماينس الشمال شريحه راسيه اللي فوق اللي هو واحد ماينس اللي تحت اللي هو الكيرف اللي هو بواي وطبعا السيكنس بتاعها بيبقى دي اكس يبقى 1 ماينس واي دي اكس.
والباقي بقى انت عارفه، هنشيل كل واي ونحط مكانها اكس باور 2 على 3. وطبعا اي واي هي اكس سكوير دي اريا، زي ما قلت لك علمها كده، الواي الديستنس العمودي عليها، الواي عمودي على الاكس، يبقى اكس سكوير دي اريا، الاكس الاكس عمودي على الواي، يبقى اكس يبقى واي سكوير دي اريا. بس يبقى اكس سكوير دي اريا اكس سكوير في 1 ماينص واي، هنشيل الواي ونحط مكانها اكس باور 2 على 3. طبعا ده انتجريشن سهل، هيبقى اكس سكوير هنا يعني اكس 3 على 3 واكس باور 4 على 3 من اكس باور 7 على 3 على 7 على 3، او تكتبها على الكالكوليتر على طول، ومن 0 ل 1 دي الليمت بتاعه الانتجريشن، يعني هيبقى 0.0606 متر باور 4. خلي بالك بقى من اليونت دي مهمه، هو يعني ايه اليونت بتاعته متر باور 4؟ عشان انا بضرب ديستانس سكوير يعني وحدة متر سكوير، وهنا الاريا بتضرب الاريا الوينت بتاعها بمتر سكوير برضو، يبقى متر سكوير في متر سكوير يديني متر باور 4. تمام، تعال بقى واحدة كمان، واحدة كمان، يعني مسألة، أي مسألة أهو فيها كيرف، هي مسألة 10-9، مسألة فيها كيرف، تمام؟ الكيرف بيسأل مثلا أي كيرف، أيا كان الكيرف ده، بيسأل على إيه؟ بيسأل على واي الأي إكس والأي واي. أول ما يقول لي الأي إكس يا باشمهندس هاخد شريحة أفقية، أول ما يقول لي الأي واي هاخد شريحة رأسية. طيب نيجي هنا في الشريحة الأفقية، حد بقى شاطر يقول لي دي أريا بكام؟ واحد ماينس اكس دي واي، اليمين ماينس الشمال، تمام. طيب الدي اريا هنا بقى لا 2 ماينس واي دي اكس يا باشمهندس، لو انا بتحرك من اللي فوق لتحت، لكن انا اللي فوق عندي هنا ايه؟ تبقى واي دي اكس، واي دي اكس، ما هو اللي فوق عندي هنا واي يا باشمهندس، واللي تحت هنا زيرو، يعني واي ماينس زيرو يبقى واي دي اكس على طول، عشان كده دي اللي على طول بتطلع واي دي اكس، اللي كانت بتطلع لنا في الانتجريشن المره اللي فاتت. لكن هنا لو 2 ماينس واي لو انا بتحرك على الكيرف اللي فوق، لكن هنا واي دي اكس. تمام، بس خلاص بنعمل بقى بعد كده واي سكوير دي اريا، بنحط الدي اريا 1 ماينس اكس، وبنشوف من قيمه الاكس، الاكس مثلا في المساله دي كانت الجهاز الرابع لنص واي، او هنا ان الواي الكيرف يعني الواي كان عباره عن 2 اكس باور 4، ايا كان الكيرف، ايا كان الكيرف ايه، نعوض بقيمه الواي ونعوض بقيمه الاكس. لما بنعوض قيمه الواي في بنعوض قيمه الاكس بداله الواي في الاي اكس، وبنعوض بقيمه الواي بداله الاكس في الاي واي، ونشوف الليمتس بتاعه الانتجريشن. في الاكس هتبقى من 0 ل 1، والواي هتبقى من 0 ل 2، يطلع لي هنا 0.2051 و 0.857. احيانا بيقول لك هات لي البولر مومنت في اكسس زي الزد اكسس نورمال على الاكس والواي، ساعتها بتعمل ايه؟ بتعمل اي اكس زائد اي واي. لو قال لك الاي زد يعني، او الاي بولر مومنت تبقى اي اكس زائد اي واي. فتح المايك يا باشمهندس، الاي اكس زائد الاي واي، ده لو سال عنه. حد عنده مشكله في المسائل بتاعه الانتجريشن دي يا باشمهندس؟ حد عنده مشكلة في مسائل الانتجريشن؟ يعني ادوني فيدباك كده، تمام مش تمام؟ تمام خلاص، دي مسائل بسيطة زي ما شفناها، شبه
المسائل اللي كنا بنعملها في مسائل الانتجريشن. بس الفرق ان احنا هنا ثبتنا ان لما يقول لي هات لي الاي اكس باخد هوريزونتال اليمنت, ولما يقول لي هات لي الاي واي باخد فيرتيكال اليمنت, وخلاص اشتغل اجيب الدي اريا واجيب واضربه في الاكس سكوير, موضوع بيبقى بسيط جدا. طيب نيجي بقى لحاجه مهمه جدا اسمها البارل اكسس ثيوري. ايه هي البارل اكسس ثيوري او نظريه المحاور المتوازيه؟ ان انا دلوقتي يا باشمهندسين بيقول لي ان المومنت اوف انرشيا بيبقى اقل ما يمكن عند السنترويد او عند الاكسس اللي بتمر بالسنترويد. تمام, يعني انا دلوقتي يا باشمهندسين السنترويد بتاعي عند نقطه سي, عندي اكسس اكس بار واي بار, الاكس بار والواي بار ده بيمروا بالسنترويد بتوعي, يبقى هما دول اقل قيمه للمومنت. لو انا عايز اجيب مومنت لاي للاريا دي حوالين اي اكسس بارل للاكس مثلا, فيبقى الاي اكس هتساوي الاي اكس بار, يعني ادي الاي اكس بار اهو هجيبه, الاي اكس هتساويه بلس الاريا دي كلها في الديستانس اللي ما بين الاكس بار والاكس اللي هو دي واي سكوير. طيب الاي واي هيساوي الاي واي بار اللي هو الاكسس اللي بيمر بالواي زائد الاريا في الديستانس اللي ما بينهم دي اكس سكوير. مره في امتحان سال قال لي هات لي ذا مينيمم مومنت اوف انرشيا للاريا دي. ففي ناس كتيره قالت يعني ايه مينيمم مومنت اوف انرشيا؟ يعني قال لي هات لي مينيمم مومنت اوف انرشيا بقوت الاكس مثلا. في ناس يعني ما خدش واخد بالها من المعلومه. المينيمم ليه؟ لان اقل قيمه هي الاكس داش دايما. اي اكسس بعيد عن الـ عن الاكس داش اللي هو بيمر بالسنترويد هتلاقيه في مسافه بينه وبين الاكس داش, فهتضرب في المسافه دي في الاي في دي واي سكوير, فهيبقى اكيد قيمته اكبر من الاكس داش, فاقل قيمه الاكس داش. تمام, ومنها اقدر اجيب مومنت حوالين اي اكسس بارلل للاكس داش ان انا اجيب الاي اكس داش زائد الاري في الدي واي سكوير. هسالكم بقى سؤال لو سؤالين اشوف الناس بصحصحه معايا ولا لا. لو انا معايا الاي اكس الاكس اللي تحت ب 200, تمام ادي اي اكس ب 200, ومعايا اكس 2 فوق, ادي اي اكس ب 200 ومعايا اكس 2 فوق, هل ينفع استخدم البارل اكس ثيوري من اكس لاكس 2 على طول اشوف الديستانس اللي ما بينه ومضربها في الاريا واستخدمها, ولا ما ينفعش؟ باشمهندس انا مش فاهم ايه الاي اكس داش دي. تاني ماشي, الاي اكس داش انا عندي السنترويد بتاع الشكل ده عند نقطه سي معايا, تمام, خدت منها خدت خط افقي عندها بقى هو ده الاكس داش, فده المومنت اوف انرشيا حوالين الخط ده, وده المومنت اوف انرشيا حوالين الخط ده اللي هو الواي اللي بيمر بالسنترويد. مومنت اوف انرشيا قيمه للمومنت اوف انرشيا. تمام 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 فهمت كده. نرجع لسؤالنا يا باشمهندسين, عايز الناس تجاوب, جاوب صح جاوب غلط, قول انت اللي انت عارفه. المفروض الكلام ده برده خدته في المحاضره. يعني انا قلت ان الاي اكس ب 200 وانا هنا عندي خط اكس 2 بدل للاكس, تمام, المسافه اللي ما بينهم 4, تمام, 200 متر باور 4, يعني متر باور 4 لو حتى دول تفرق معايا, تمام, والمسافه دي 4 متر. هل اقدر اجيب وجبت الاريا مثلا 20 متر سكوير, هل اقدر اجيب الاي اكس دي على طول؟ لا يا باشمهندس مش هينفع. لا ايه؟ لا مش هينفع. بالظبط, شاطر, مش هينفع يا باشمهندس. ما ينفعش الاكس داش دي او المومنت اوف انرشيا عند السنترويد ده بمثابه قناه السويس كده زي ما بيقولوا.
يعني انت لو هتروح من البحر الاحمر البحر المتوسط او هتروح من البحر المتوسط للبحر الاحمر كطريق بحري، طبعا الناس عارفه خريطه مصر زي ما اتمنى، لازم تعدي على خط السويس. مش هينفع ما تعديش على خط السويس، مش هتطير يعني، تمام؟ فانت لو عايز تروح تجيب مومنت اوف انرجي حوالين اي اكسس، اي اكسس لازم اوصل للسنترويد الاول، وبعد كده من السنترويد اروح لاي اكسس. فانا هنا عندي الاي اكس ب 200، اعمل ايه؟ اجيب الاي اكس داش. ساعتها لما بتتحرك بقى تجيب الاي اكس داش زي القانون، الاي اكس داش هيبقى ايه؟ من القانون هنا هيبقى الاي اكس اللي هي ال 200 ماينس الاريا في دي سكوير، تمام؟ ماينس الاريا في دي واي سكوير. طيب جبت الاي اكس داش اهو، خلاص هروح للاكس 2 اشوف المسافه بين الاكس داش والاكس 2، ويبقى الاي اكس 2 تمام هي الاي اكس داش بلس الاريا في الدي سكوير. مهم جدا جدا الحته دي يا باشمهندسين، صدقني الناس اللي بتغلط في المسائل بتاعت المومنت اوف انرشيا بتغلط في الحته دي. يعني الناس اللي بتغلط في المسائل بتاعت المومنت اوف انرشيا في الامتحان بتغلط في الحته دي. ليه بتغلط في الحته دي؟ لان هو ما يعني ايه، بيبقى متلهوج في الامتحان، ما بياخدش باله وما بيركزش، بينقل من محور ما بيمرش بيه المحور ايه بتاع السنترويد، تمام؟ طب سؤال، المسألة اللي احنا لسه حلينها اهو، لو طلب مني، لو جاب لي اكسس كده اهو وقال لي هات لي المومنت اوف انرشيا عند الاكس 2 او اكس 1، حد شاطر يقول لي بقى هنعمل ايه؟ انا جبت المومنت اوف انرشيا تحت عند الاكس، حد شاطر يقول لي هنجيب المومنت اوف انرشيا عند الاكس 2 ازاي؟ هنجيب السنترويد وبعدين ننقل تاني. بالظبط هنا، ودي جت في مساله قبل كده، هتعمل ايه؟ هنا انا جبت الاكس تحت، خلي بالك انا ما جبتش عند السنترويد، هجيب السنترويد بالانتجريشن، تمام؟ اول ما اجيب السنترويد بالانتجريشن هيبقى المسافه دي، المسافه دي كام؟ حد يقدر يقول المسافه دي كام؟ واي بار. واي بار خلاص، يبقى الاي اكس بار او الاي اكس داش اللي احنا من قلنا عليها هيبقى عباره عن، ممكن تسميها الاي اكس بار، ممكن تسميها الاي اكس داش، حسب التسميه يعني، حسب الاريح لك يعني. هتبقى عباره عن الاي اكس اللي احنا جبناها ماينس الاريا اللي تقدر تجيبها من الانتجريشن في الواي بار سكوير. يبقى انا جبت الاي اكس داش، وبعدين انا خلاص جبت الواي بار، المسافه دي، المسافه دي هتبقى واحد ماينس الواي بار، هيبقى الاي اكس 2 هي عباره عن الاي اكس داش زائد واحد ماينس الواي بار سكوير في الاريا. وجبت الاي اكس 2 وجبت الاي، وكذلك لو اشتغل عند الواي، تمام؟ حد عنده مشكله كده يا باشمهندسين؟ باشمهندس ممكن تاني، بعد ما جبنا الواي بار عملنا ايه؟ بعد ما جبنا الواي بار هنعمل ايه؟ هنجيب الاي اكس داش، اي اكس داش اللي هو الاكسس الاكس اللي بيمر بالسنترويد، هنجيبه منين؟ هيبقى عباره عن الاي اكس اللي احنا لسه كنا جايبينها اللي هي لتحت دي ماينس، بدل ما انا بتحرك للاي اكس داش بيبقى ماينس، ماينس الاريا في الواي بار سكوير، تمام؟ وبعدين جبت الاي اكس داش، جبت ده، بعد كده هجمع عليه واحد ماينس واي داش اللي هو المسافة اللي باقية يعني دي سكوير في الاريا عشان اجيب الاي اكس دي، تمام يا مشرف؟ اللي فتح المايك وعمال يجيله رسائل، يعني يا باشمهندس
كل واحد يتأكد ان المايك بتاعه مقفول كده او مش مفتوح على طول يعني. ها فهمت عشان بيسأل؟ تمام مش منطق. تمام خلاص تمام. دي بقى نظرية البارل اكسس ثيري ودي مهمة جدا يا باشمهندس. طبعا الجزء الثاني زي ما قلت لك بيبقى ان انا يبقى عندي الاريا، اريا مكونة من مجموعة من الاشكال، يعني مثلا مستطيل، مثلث، تمام، دايرة، نص دايرة، ربع دايرة، اشكال اللي احنا عارفينها دي. تمام، كل شكل من دول هنديك دلوقتي القانون بتاعه ازاي تجيبه كمومنت اوف انرشي. بعد ما اجيب المومنت اوف انرشي بتاع الشكل ده تمام، اقدر بعد كده اجمعهم مع بعض، اعمل الجابريك سم، يعني اجمع المومنت اوف انرشي بتوعهم وبعد كده اجيب المومنت اوف انرشي. طب لو الشكل زي بالظبط في السنترويد كده لما كان الشكل متشال من الاريا، ساعتها يا باشمهندس بنجيب المومنت اوف انرشيا بس بنحطه بالنيجاتيف. تمام، فهو بيقول لي كومبوزيت اريا كونسيست اوف سيريس اوف كونكتد سيمبلر بارتس ساتش از ريكتانجل تريانجل سيركل. بنعرف المومنت اوف انرشيا اوف سيس بارتس ان احنا نقدر نجيبها حوالين اي كومن اكسس عن طريق ان احنا بنشوف الالجبريك سام بتاع المومنت اوف انرشيا بتاع كل البارتس دي، والمومنت اوف انرشيا اوف ذا ريجولار شيب اهو عندي يا باشمهندسين. في نقطة مهمة جدا وبتلخبط الناس في الحفظ، انا احفظي في قوانين كتيرة في المومنت اوف انرشيا، يعني في قانون بتلاقي الاكس داش والواي داش اللي هم عند السنترويد اللي هو عند نقطة سي، وممكن تحفظهم عند نهاية الايه الريكتانجل، وكذلك برضو بالنسبة للايه للمثلث ممكن تحفظه عند بداية عند السنترويد وممكن تحفظه عند نهاية المثلث. أنا واحد من الناس بفضل أن أنا أحفظ كله، الموضوع مش صعب قوي عشان أنت ما تحفظش كله، احفظ كله. لكن لو أنت بقى عندك مشكلة في الحفظ، فالمنطقة أن أنا أحفظ فين بس يا باشمهندسين وأقدر أجيب الباقي أستنتجه. حد يقدر يقول لي؟ احفظ عند السنترويد بالظبط. ده مصحصح فاهم معايا؟ ما انت لو حفظت عند السنترويد الباقي كله تقدر تجيبه البلد الاكسس سير. مثال اهو يا باشمهندس، الاي اكس داش هنا 1 على 12 بي اتش كيوب. تمام، طيب انا عايز اجيب الاي اكس، هتبقى عباره عن ايه؟ ركز بقى معايا، 1 على 12 بي اتش كيوب، 1 على 12 بي اتش كيوب اللي هي 1 على 12 الاريا في الـ H سكوير، ده ليها تسمية تانية، الواحد على 12 بي اتش كيوب دي ممكن تحفظها واحد على 12 الاريا، الاريا بي اتش في الـ H سكوير. البارل اكسس ثيوري بقى يبقى بلس الاريا، المسافة اللي ما بين الـ X داش والـ X كام؟ اتش على 2 بالظبط، اتش على 2 سكوير عشان الاريا في الدي سكوير، واضربها في الاريا يعني كانها ربع ربع زائد 1 على 12 الاريا في الاتش سكوير. لو خدناها كومن فاكتور الاريا في الاتش سكوير ببي اتش كيوب، ربع زائد 1 على 12 بكام يا باشمهندس؟ ربع زائد 1 على 12 على الكالكوليتر أو حتى من غير كالكوليتور يعني بكام؟ بتلت. هو نفس القانون يعني. انت في ناس بقى خلاص، في ناس بتبقى عشان تختصر، عشان دايما هتلاقي لما نشوف الاشكال دلوقتي دايما هتلاقي السكوير او الريكتانجل ده بيبقى الاكس في نهايته يعني. لكن واحد، انا واحد من الناس لا مش هختصر هحفظ، واحد تاني لا انا مش محتاج ان انا احفظ او ممكن اتلخبط، خلاص استنتجتها زي ما قدامك اهي هتطلع طولت بي اتش كيوب. يبقى لو في نص المستطيل او عند السنترويد هتبقى 1 على 12 الاريا في الاتش سكوير، لو في اخر المستطيل هتبقى 1 على 3 بي اتش كيوب.
بي كيوب بي اتش كيوب في الاكس وواحد على 3 بي كيوب اتش في الواي. في حاجه اسمها جي سي اللي هو زي ما قلت لك يبقى مومنت اوف انرجي اباوت اكسس نورمال على الـ على التو اكسس اللي هو الزد يعني، بس في النورمال على الاكسس عند السي. ساعتها بجيب المومنت اوف انرجي عند الاكس داش والمومنت اوف انرجي عند الواي داش اللي هو 1 على 12 1 على 12 واجمعهم على بعض. طيب نيجي للمثلث. اتفضل. في الريكتانجل عند الاكس داش هقول 1 على 12 الاريا في العمودي عليها سكويرد اللي هو يبقى اتش اوفر 2 ولا يبقى اتش بس؟ اي سايد اي سايد عمودي عليها؟ لا السايد العمودي عليها للاريا كلها ريكتانجل السايد كله الاتش يبقى 1 على 12 الاريا في الاتش سكوير. تمام ماشي تمام. هنا بقى مش هنسين الاي اكس داش في المثلث هتبقى 1 على 18 الاريا في الاتش سكوير اللي هو 1 على 36 بي اتش عشان قيمه المثلث زي ما انت عارف نص اتش في بي. فطبعا هتلاقي برضو هتلاقي بعض الكتب او لو انت بتذاكر من اي حته ثانيه هتلاقي وممكن الدكتور يكون قالها لكم في المحاضره 1 على 18 الاريا في الاتش سكوير الديستانس كلها بتاعت الترينجل. تمام. وبعد كده الاي اكس هشوف المسافه بين الاكس داش والاكس. طبعا زي ما انت عارف الترينجل بيبقى على بعد اتش على 3 ويبقى 1 على 18 الاريا في الاتش سكوير زائد اتش على 3 لو عايز تجيبها بقى عند الاكس اتش على 3 سكوير. تمام. في الاريا. طب اللي مش اللي عايز يحفظ على طول اللي هي هتلاقيها زي ما كتبها لك كده 1 على 12 بي اتش كيوب اللي هي 1 على 6 يعني الاريا في الاتش سكوير. طيب نيجي للدايره. الدايره هتبقى هو اللي حضرتك بتكتبه اللي هو 1 على 18 ده في حاله ايه؟ لا 1 على 18 هو ده بس تسميه ثانيه. بدل ما اقول 1 على 36 بي اتش كيوب بقول 1 على 18 الاريا في الاتش سكوير. هو الاريا بتاعه المثلث بكام؟ هاف اي بيس باي هايت صح. يبقى هتبقى 1 على 36 بي اتش كيوب. هي دي يعني انا احفظ واحده بس اللي هي 1 على 18 دي اللي هي عند السنترويد بالظبط. وبعد كده انقل بقى لو قوي في الحفظ احفظ كله. تمام. على فكره عندك الدايره والنص دايره والربع دايره الثلاثه ليهم قانون واحد. عارفين ايه هو؟ ربع الاريا في الار سكوير سواء للاكس او للواي. ربع الاريا في الار سكوير. بس ايه الفرق؟ ان الاريا بتاعت المثلث بقى بتاعت الدايره كلها باي ار سكوير فبقت ربع باي ار باور 4 سواء هنا الاي اكس او الاي واي. لكن هنا الاريا بتاعت السيركل بكام؟ بنص باي ار سكوير فبقت ثمن باي ار باور 4. طب هنا بربع باي ار سكوير فبقت 1 على 16 باي ار باور 4. يعني انت لو زي ما قلت لك لو ما عندكش هوايه في الحفظ قوي ما تقدرش تحفظ بقى ربع وثمن و16 احفظها ربع الاريا في الار سكوير للثلاثه. وكل مره الاريا هنا الاريا كلها باي ار سكوير هنا الاريا نص باي ار سكوير فبقت ثمن هنا الاريا ربع باي ار سكوير بقت 1 على 16. وطبعا الجي او اللي احنا زي ما قلنا اللي هو مجموع الاكس والواي. تمام. سؤال بقى يا باشمهندس مهم. لو قال لي عايز الاي اكس هنا في السيركل او السيمي سيركل يعني هعمل ايه؟ حد يرد بقى. هيبقى 1 ماينس 4 ار على 3 باي لما نجيب عند السنترويد الاول. هنجيب بالظبط هنجيب عند السنترويد الاول وزي ما انت قلت السنترويد 4 ار على 3 باي. لان خلي بالك القانون اللي انا مديهولك الواحد على 8 باي ار باور 4 ده مش عند السنترويد بالنسبه للاكس. ليه؟ لان السنترويد فوق عند نقطه سي حتى هو مرسومه كده. فانا هنقل الاول للسنترويد بنظريه المحاور المتوازي وبعد كده من السنترويد انقل بقى للاكس الثاني. من هنا للسنترويد بيبقى ماينس الاريا في الايه؟ في الديستانس سكوير. ومن السنترويد لاي اكسس تاني بيبقى بالبوزيتيف. الواي الميزه اللي فيها هو بيمر بالسنترويد تماما ما فيش مشكله. اما بقى في الربع دايره لا الاثنين ما بيمروش
فساعتها هبقى لو عايز انقل برضو هنقل، لو الواي مثلا عايز انقل هنقل اول السنترويد ومن السنترويد انقل اي حاجه تانية. تمام. الاليبس يعني ما تحفظش قانون قوي، اللي بيجيش كتير، بس احتياطيا يعني الاليبس هو زي ما انت عارف الدايره بتبقى حاله خاصه من الاليبس، ان الاي والبي بيساوي بعض، فهتلاقي نفس القانون. يعني الفرق بس ان هنا الاي اكس هيبقى ربع باي اي في بي كيوب، يعني دايما الربع باي بدل ما ربع باي ار كيو بار 4، لا ان انت الديستنس الى سكوير. طبعا انت عارف ان الاريا بتاعت الاليبس باي اي بي، لو انت فاكر الاريا بتاعت الاليبس باي اي بي، فتضربها لو اجيب الاي اكس اضربها في البي سكوير، فيبقى ربع الاريا اللي هي باي اي بي في البي سكوير يبقى باي اي بي كيوب، والاي واي العكس يبقى باي اي كيوب بي، وتجمع الاثنين. تمام. يعني مش مهم او تحفظها، يعني خليها في الاخر لو عايز تحفظها. تمام. دكتور جاب لكم سؤال عنها في المحاضره الاليبس ولا؟ يعني الناس فاكره المحاضره ولا جاب يا باشمهندس، بس انا ما بتجيش قوي. خلاص تمام. يعني دي عن السنتر بتاع الاليبس. تمام. يلا خلاص، دي الاشكال المحفوظه بتاعتي. هنحل بقى ازاي؟ ايه الخطوات بتاعتنا في الحل؟ الخطوات بتاعتنا بسيطه جدا، شبه الخطوات بتاعت السنترويد بالظبط. هنقسم الاريا بتاعتنا، هنديفايد الاريا بتاعتنا لبارتس اللي انا اقدر اجيب المومنت اوف انرشيا بتاعتها، وطبعا زي ما انت عارف بنجيب المومنت اوف انرشيا عند السنترويد وننقل للاكسس اللي هو عايزه. تمام. لو السنترويد مش مع الريفرنس اكسس اللي هو الاكسس اللي انا عايز عنده، بنستخدم البارل اكسس سيري، يعني اي سواء اكس او واي زائد الديستانس في الاريا، الديستانس سكوير في الاريا. تمام. بعد كده بناخد المومنت اوف انرشيا، بنجمع المومنت اوف انرشيا لكل الاشياء. تمام. انا هحل مسالتين كده على الكلام دوت. اول مساله اعتقد انتوا خدتوا 32 و33 دي في المحاضره صح؟ ايوه خدنا. تمام. تعال نحل. خدتوا 45 و46؟ لا يا باشمهندس. تمام. تعال نحل دي. هنا بيقول لي ديترماين ذا مومنت اوف انرشيا، يعني هي كانها مساله واحده، يعني واحده عن الاكس وواحده عن الواي، زي ما كنا بنقول في مسائل السنترويد. يعني وعشان كده بقول لك في تشابه كبير بالاسلوب الحل بين مسائل مومنت اوف انرشيا والسنترويد. انا عندي الشكل زي ده، المهم ان انا اعمله كفرنج وخلاص اغطيه. يعني مثلا انا واحد من الناس هاخد كده، هاخد المستطيل ده. تمام. اهو هاخد المستطيل ده وبعد ما اخد المستطيل ده اخد المربع ده وبعد ما اخد المربع ده اخد الترانجل ده والمثلث ده، يبقى انا غطيت الشكل. واحد تاني يقول لك لا انا هاخد المربع الكبير اللي هو 300 في 300 ماينس المثلث الصغير ده اللي هو يبقى فوق، يعني خلينا ناخد المربع ده ماينس المثلث ده. صح. اي شكل انت تقدر المهم تغطي الشكل تمشي معاك صح، يعني ما فيش قاعده ثابته اللي هي تقول هو ده الصح، لا. تمام. بس زي ما قلت لك يفضل ان تبقى الاشكال اقل. بعدين خلاص اهو قسمناه، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته. اجي هنا الاكس هنا يا باشمهندس بتمر بالسنترويد ولا ما بتمرش بالسنترويد في اول واحد اللي هو ده؟ الاكس بتمر بالسنترويد ولا ما بتمرش؟ بتمر. يبقى الاي اكس عندها خلاص، انت بقى عارف انا مثلا خلاص من كتر الحل هتلاقي نفسي حفظت القانون بواحد على 12. الاريا
في الديستانس العمودية سكوير، الاكس عمودية على الديستانس طبعا بتاعت الريكتانجل اللي هي 300، يبقى 1 على 12 300 في 150 اللي هي 45,000 تمام في 300 سكوير اهو، 1 على 12 300 سكوير في 45,000 طبعا تطلع 337.5 في 10 اس 6. نيجي للاي واي، الاي واي اللي حافظ هيبقى عارف ان في نهاية المستطيل بواحد على ثلاثة. طب اللي مش حافظ غير السنترويد بس يقول يجيبها هنا واحد على اتناشر زائد الاريا في المسافة اللي بين السنترويد والتانية اللي هي 150 عندنا 75 سكوير. انا مش حافظ، يعني انا مش حافظ غير عند السنترويد، استخدم نظرية المحاور المتوسط تطلع نفس الرقم. طب انت حافظ ومريح دماغك، دي بيبان بقى اهمية الحفظ في الحتة دي، ان انت خلاص انا عارف ان في نهاية المستطيل واحد على ثلاثة، يبقى اقول واحد على ثلاثة الاريا اللي هي 45,000 في الديستانس سكوير اللي هي الديستانس بتاعت الريكتانجل العرض يعني بتاع الريكتانجل اللي هو 150 سكوير أو. تمام تطلع 337.5. باشمهندس انا ممكن اخدهم ثلاث مربعات ممكن، واجيب لي واحد بس واضرب في ثلاثة، وتجيب له واحد بس وتضرب في ثلاثة. اه صح ممكن، ما بقول لك ليه كذا حل، لان المربع يا باشمهندس ب 150 في 150 خلي بالك هتلاقي ان الاي اكس بس في الحاله دي تمام، لان كل المربعات هتبقى في نهايه الاي اكس والاي واي، بس خلي بالك ان احيانا ممكن في اشكال تانية مش هينفع، لكن هنا صح تمام برافو عليك. تمام نكمل، هناخد المربع التاني. الميزه في المربع بقى يا باشمهندس ان الاي اكس والاي واي ليه متساويين، لان كده كده لما بنقول 1 على 12 1 على 3 الاريا في الديستانس سكوير اللي هي بتاع العرض او الارتفاع بتاع المستطيل اللي هو بقى دلوقتي مع مربع الاثنين بيساوي بعض، فهنا هتبقى في النهايه، فقلنا في نهايه المستطيل او المربع، المربع حاله خاصه من المستطيل، بيبقى 1 على 3 الاريا في الاكس سكوير، فيبقى 1 على 3 الاريا اللي هي 150 سكوير اللي هي 225,000 او 22,000 ونص في 150، وكذلك بالنسبه للواي لان الواي في نهايه المستطيل. حد يقول لي ده المستطيل ده المربع في الربع الثالث، ماليش علاقه انا بالرباع هنا، يعني انا ماليش علاقه بالرباع في المومنت اوف انرجي، انا ما بحطش المومنت اوف انرجي نيجاتيف غير لو انا شايل المثلث من الشكل او شايل المستطيل من الشكل او شايل المربع من الشكل، لكن طول ما انا الشكل ده موجود معايا ما بحطش نيجاتيف حتى لو هو في الجزء النيجاتيف من الاكس والواي. فطلعوا زي بعض زي ما قلنا 168.7 وهنا 168.7. المثلث قلنا قانون المثلث 1 على 6 الاريا في الاتش سكوير بالنسبه للاكس و1 على 6 الاريا في البي سكوير بالنسبة للواي، يبقى 1 على 6 الاريا بتاعة المثلث زي ما انت عارف نص 150 في 150 اللي هي 11,250 و 150 سكوير يطلع لي ده 42,178.175 وهنا 42,000.1 او 42.1875 في 10 اس 6. تمام كده بقى يا باشمهندس يبقى احنا خلصنا الاي اكس والاي واي، هنجمعهم بس كل اللي هنعمله كل شكل من دول هنجمعهم تمام، هيطلع هنا الاثنين قد بعض بالظبط. ليه الاثنين قد بعض؟ زي ما زميلك قال الملاحظه بتاعته ان ده عباره عن ثلاث مربعات، والمربعات الاي اكس والاي واي ليهم واحد سواء هنا او هنا او هنا، يبقى لي في الاخر مثلث. المثلث ده رايت انجل تراينجل ال 150 و 150 يعني زي ما يكون نص مربع، برضو الاي اكس والاي واي ليه واحد، عشان كده تلاقي الاي اكس والاي واي واحد. انت مثلا انا قلت لك بالطريقه دي زي ما قلت زي ما زميلك قال ثلاث مربعات ومثلث، ممكن تعمل المربع الكبير يعني تعمل المربع الكبير اللي هو 300 في 300 ماينس المثلث اللي فوق وتقارن وتشوف الحل بتاعك هيطلع صح ولا مش صح. حد عنده سؤال في المسألة دي؟ ايوه اه مش اتفضل.
دلوقتي احنا ممكن هو احنا ممكن بدل نشتغل بارت 1 وبارت 3 نشتغلهم مره يعني نشتغل ايه نجيب اي اكس عادي اللي هي ثيرد الريكتانجل نجيب اللي هي ثيرد بي بار 3 اتش هو ثيرد بي اكس بار 3 تمام واشتغل باقي كله نفس القوانين اللي هي بتاعت اي اكس العاديه اه بعدين اجيب في بعد ما اخلص اجيب اللي هي النظريه بتاعت اللي هي بارل اكسس تمام يعني انت عايز تشتغل لاني بالظبط انا ملخبطني حته ان انا مستطيل من الاول او مستطيل من الاخر او الكلام ده كله يعني انا عايز اجيب القانون اللي هو العادي اللي هو اللي مثلا انا عارفه اللي هو ثيرد باي بار 3 اتش مثلا في ريكتانجل تمام واشتغل اي اكس عادي واي واي عادي ونفس الكلام في السيركل ونفس الكلام في ريكتانجل والكلام ده كله بعدين اشتغل بقى اللي هي الاي اكس ايكوال اي اكس بار بلس الاي دي اي مثلا تمام لا هنا يا باشمهندس هنا بنتكلم في انت عايز تجيب عند السنترويد هنا وعايز تجيب عند السنترويد هنا وعايز تجيب عند السنترويد هنا صح تمام بس كده انت السنترويد ده مش هو السنترويد ده فمش هتنفع تنقل يعني لو هتنقل انقل مره واحده يعني انقل في كل شكل لوحده بحيث انت تجيب الاكس على طول الكلام ده كله بس هشتغل كل واحده لوحدها واجمعهم في الاخر هتجمعهم في الاخر ماشي يعني انت عايز تجمعهم في الاخر بدل ما تقسمهم تكتبهم في سطر واحد يعني بالظبط اه مثلا اه خلاص تمام المهم هي هتاخد وقت طويل هي الفكره بقى ان انا مش فاهم في دي يعني ايه فكره اللي هو مثلا هنا خدت 1 اوفر 12 والناحيه الثانيه خدت 1 اوفر 3 عشان هي من اول مستطيل انا مش فاهم النقطه بتاعت اول مستطيل لاخر مستطيل ليه انت خلاص انت عايز تثبت ان انت تشتغل على السنترويد وتنقل على طول مثلا اه خلاص اشتغل على السنترويد وتنقل طيب تمام. النقطه بقى اللي هي بتاعت ان انا المستطيل من الاول او من الاخر دي انا مش مجمعها قوي يعني لو هي بتوفر في وقت اللي هي لو انا مثلا اي اكس بورت 1 عملت 1 اوفر 12 و 1 اوفر 12 الناحيه الثانيه عملت 1 اوفر 3 اه ليه بقى غيرت الرقم اللي تحت يعني ليه غيرت الرقم ده ليه ايه الاختلاف اللي حصل تركز معايا بس شويه في الاي اكس هنا الاي اكس هنا بيمر بالسنترويد صح فقلنا 1 اوفر 12 الاريا اللي هي 45000 في المسافه اللي هي اللي هي العموديه على الاكس بتاعه المستطيل ايه العموديه على الاكس اللي هو طول المستطيل اللي هو 300 سكوير تمام لكن الاي واي تمام اللي احنا بنقول 1 على 3 او حتى لو كنا قلنا 1 على 12 من السنترويد الاريا بتاعه المستطيل هي في المسافه اللي الواي عموديه عليها اللي هو العرض بتاع المستطيل اللي هو كام 150 يعني ال 300 دي طول المستطيل عشان عمودي على الاكس وال 150 دي عرض المستطيل عشان عمودي على الواي تمام تمام عندنا سؤال تاني؟ تمام تعال نشوف مسألة شبيهة من المسألة اللي تيجي في الامتحانات يعني الحتة دي المسألة دي شبيهة في المسألة اللي تيجي في الامتحانات طبعا زي ما انت عارف الامتحانات او احنا اخر شابترين خدناهم المومنت اوف انيرشيا في سنترويد ففي كثير من الاحيان ان الدكتور بيحب يجيب مسألة تشمل الموضوعين يعني موضوع السنترويد مع موضوع المومنت اوف انيرشيا بحيث ان هو يغطي الفكرتين في مسألة واحدة دي احيان كتيرة بتحصل يعني تمام فهنا مثلا في مسألة زي دي بيقول لي determine the moment of inertia of the composite area about the centroidal y-axis y-axis ده هو اللي بيقول عليه centroidal لان y-axis ده هو axis of symmetry فهو بيقسم الشكل النصين متماثلين بالضبط زي ما انت شايف فالسنترويد بيقع عليه اللي هو نقطة C بعد كده بيقول لي حدد السنترويد واي بار بتاع الاريا وبعدين بعد ما تحدد الواي بار بتاعت السنترويد دي اعمل المومنت اوف انرشيا اباوت الاكسس اللي هو الاكس داش اللي بيمر بالسنترويد يعني هو عايز السنترويد المومنت اوف انرشيا عند الواي والمومنت اوف انرشيا عند الاكس داش اعمل في البدايه نبتدي بالواي الواي سهل هنقسم الشكل بتاعنا بس خلي بالك هنا في المربع المفرغ ده او الاواسي او المستطيل المفرغ ده هنحطه معانا بس هنحطه بالنيجاتيف هنحسبه بس هنحسبه بالنيجاتيف مش مهم السؤال بس الاول قبل ما نبدا اه هو في رقم 47 هو عايز السنترويد عند الواي اكسس اه لا عايز 48 لا 47 عايز المومنت اوف انرشيا عند الواي اكسس
عباوز سنترويد الواي اكس ده هو بيوصف الواي ان هو السنترويد يعني اللي بيمر بيه السنترويد، لكن هو مش عايز عند السنترويد يعني هو كده كده الواي بيمر بيه السنترويد. يعني انا اشتغل عادي في نمبر 47 عند الواي ايوه، و 48 بقى يعني عايز عند الاكس، عند الاكس داش، عند الاكس داش تمام. فانا هعمل ايه بقى هنا يا باشمهندس؟ في 47 قلنا هنشتغل عند الواي عادي، في 48 انا هجيب كله عند الاكس، ممكن اجيب كله عند الاكس، وبعد ما اجيب كله عند الاكس اروح ناقل من الاكس للاكس داش بنظريه المحاور المتوازيه وانا معايا الواي داش. يعني ايه انا اعمل ايه ببساطه قبل ما نبدا؟ هجيب الاي اكس تمام، هقدر اجيبه ولا مش هقدر؟ هقدر. وبعدين اجيب الاي اكس داش هتبقى عبارة عن الاي اكس اللي انا اللي جبتها ماينس الاريا للشكل كله اللي نقدر نجيبها ما فيهاش مشكلة في الواي بار اللي نقدر نجيبها سكوير اللي هي المسافة ما بين الاكس داش والاكس. يبقى هنجيب الاي اكس وبعد كده عايزين نجيب الاي اكس داش، يبقى الاي اكس ماينس الاريا في الواي بار سكوير. تعال نبدا بالاي واي الاول اللي هي مساله 47. هنقسم الشكل بتاعنا زي ما قلت لك عادي جدا، بس خلي بالك الريكتانجل اللي في النص ده هنحسبه بس هنحطه بالنيجاتيف، لو نسيت النيجاتيف هات كانك اضفته، فدي مهمه بالنسبه المهمه قوي ان انت ما تنساش النيجاتيف. قسمنا الاشكال براحتك تقسم زي ما انت عايز، انا قسمت مثلثين واحد واثنين، وقسمت المستطيل الكبير ده 3 والمستطيل الصغير ده 4 تمام. واحد تاني عايز ياخد مثلا المستطيل الكبير كده وماينس المثلث ده ماينس المثلث ده ماينس ده براحته تمام، بس غالبا هو ده التقسيم الافضل. يعني نيجي للاي واي ده في نهاية المثلث ده وفي نهاية المثلث ده تمام، في نهايه المثلث ده وفي نهايه المثلث ده تبقى ست الاريا في الاتش سكوير. طبعا زي ما قلت لك اللي مش عارف يحفظ او اللي مش عايز يلخبط نفسه، مع ان مش شايف فيها لخبطه يعني، اللي في الحفظ ياخد عند السنترويد اللي هو 1 على 18 وينقل، سواء هنا او هنا 1 على 18 وينقل. لكن انا قلت 1 على 6 خلاص هنحفظها عند عند بره 1 على 6 الاريا في الديستانس سكوير، وانا باخد انهي مثلث؟ المثلث ده اللي هو نص المثلث الكبير، فيبقى 1 على 6 الاريا اللي هي 240 في 150 على 2 بعد كده في 150 سكوير. اهو ركز معايا عند الاي واي، 1 على 6 150 سكوير. ليه؟ لان الواي عمودي على 150 سكوير، ال 240 في 150 على 2 اللي هي 18000 دي الاريا، يطلع لي الرقم ده 67.5 في 10 باور 6. ركز في المسائل النوعيه دي بالذات، ان خلي بالك ان لو نسيت زيرو، لو نسيت زيرو هتضطر تعيد المسائل كلها من اول وجديد، او هتلاقي يطلع لك في الاخر زي ما انت عارف دي عامل ام سي كيو، يعني انت بعد ما تكون حليت كله تلاقي نفسك طلع لك رقم غلط. ليه؟ عشان انا نسيت زيرو مثلا، حاجه تبقى تافهه قوي بس تضيع لك وقت في الامتحان. وبعدين 1 على 6 150 سكوير في 18000 ده الترانجل الثاني اللي زيه بالظبط 67.5 ده بالنسبه للاي واي. الواي بالنسبه لل 150 سكوير دي فين؟ لان انا خدت المثلث ده نص المثلث يعني اللي هو المثلث الرايت انجل تمام، الطول ده هو ال 150 اللي هو القاعده يعني تمام. اهو 240 ادي ال 150 ده تمام، 150 اللي تحت اهو تمام. كم بيسال تمام؟ تمام. ارجع تاني، الواي بيمر بالسنترويد بتاع
المستطيل، وبالتالي ده سهل بالنسبه لي يعني، خلاص اقدر اقول 1 على 12 الاريا، الاريا بتاعتي 450 في 300، الواي عمودي على انهي، طيب 1 على 12 الاريا 450 في 300 هضرب انهي ديستانس سكوير؟ حد يقول لي بقى في المستطيل ال 300 سكوير 300 صح، لان هي 150 و150 اللي هي 300 اللي هي العرض بتاع المستطيل كله، يبقى 1 على 12 الاريا هتطلع 135000 في 300 سكوير. طيب هنا بالماينس بقى 1 على 12 برضو عشان الواي بيمر بالسنترويد، الاريا هتبقى 350 في 200 يعني 70000 وكام، وهنا الديستنس العمودية عليها او اللي هي ال 200 سكوير، يبقى 1 على 12 200 سكوير في 70000. طبعا ما نساش النيجاتيف، ده كله بالنيجاتيف. طيب لما انا جيت جبت الاي واي كده انا حليت 47، اجمعهم بس على بعض كده انا حليت 47. طب 48 قلنا هنجيب الاول الاي اكس اللي تحت، وبعدين من الاي اكس ابتدي اتحرك اجيب الواي بار وابتدي اتحرك استخدم البارل اكسس سيري. سؤال بقى هنا يا باشمهندس، هنا الاكس مش في نهايه المثلث، فخلينا اجيب الاول اللي عند السنترويد اللي هو 1 على 18 الاريا في الاتش سكوير، يبقى 1 على 18 الاريا اللي احنا قلنا 18000 في الاتش سكوير اللي هو 240 سكوير. حد يقدر يقول لي المسافه اللي ما بين الاكس داش والاكس كام؟ ربعمية وخمسين زائد 240 على 3. برافو، 450 زائد 240 على 3 اللي هي 530، 240 على 3 80 يبقى 530 بس، يبقى 1 على 18 الاريا في الاكس سكوير زائد 530 سكوير في 18000، وبالتالي ده يبقى جبنا المثلث ده. المثلث الثاني زيه بالظبط، 1 على 18 في 240 سكوير في 18000 زائد 530 سكوير، ممكن تجمعهم يعني تاخد واحد وتضربه في اثنين على طول. خلاص يبقى جبت الاي اكس هنا والاي اكس هنا. هنا برضه ممكن تجيب عند السنترويد وتنقل، او لو عارف قانون الترينجل او عارف قانون الريكتانجل اللي هو يبقى 1 على 3 في النهايه، في النهايه اوكي ده صح وده صح، 1 على 3 450 سكوير في الاريا اللي هي 135000. هنا انا الاكس مش في نهايه الترينجل، فلازم اجيب عند النص الاول اللي هو 1 على 12 تمام، وبعد كده من 1 على 12 ابتدي ايه اتحرك، ساعتها المسافه من السنترويد لهنا لهنا بتل 25، خلي بالك المسافه من السنترويد لهنا لهنا بتل 25، ليه؟ دي 175 اللي هي النص، والمسافه من هنا لهنا دي 50، يعني المسافه دي 50 بس خلاص، يبقى بلس الاريا في 225 سكوير، لا لا 70225. طبعا كل الكلام ده بالنيجاتيف، كل الكلام ده بالنيجاتيف. اجمع جبت الاي واي جبت الاي اكس، بس هو مش عايز الاي اكس دي، هو عايز الاي اكس داش اللي عند السنترويد. نجيب بقى الايه السنترويد فين؟ زي ما قسمنا هنا نفس الاشكال اللي قسمناها دي، هنجيب لها ونعمل التيبل بتاعنا. اول واحده بالنسبه للواي بار، اول واحده قلنا 530 و530، طيب والاريا بتاعته قلنا 18000 ده و18000 ده. هنا يا باشمهندس حد يقدر يقول لي الريكتانجل ده السنترويد بتاعه الواي بار بتاعته فين؟ كام؟ ربعمية وخمسين على اتنين. تمام، حد يقدر يقول لي ده بكام؟ هو بتاعي 175، 175 زائد الخمسين هي صح؟ هي 175 بس في 50 تحت، يبقى 225 برضه. تمام، بس
زي ما شفت كده 530 530 225 225 الريات احنا كنا لسه جايبينها 18000 و18000. ما تنساش الريكتانجل اللي في نص الاريا بتاعته تبقى بالايه من نيجاتيف عشان احنا شايلين. نجيب سمشن الواي بار في الاريا على سمشن الاريا الواي بار 337.3 او 333.7 ملم. زي ما قلنا في الاول انا معايا الاي اكس ومعايا الاريا للشكل كله اللي هي 101000 ومعايا الواي بار سكوير. يبقى الاي اكس داش هي الاي اكس ماينس الواي بار سكوير في الاريا يطلع ل 338.34 في 10 اس 8 او 3834 في 10 باور 6. طبعا اليونت بتاعتك مليمتر باور 4. خلي بالك في الامتحان احيانا بتيجي حاجه شبه كده وهيغير لك اليونت, يخلي لك بدل مليمتر باور 4 يخليها لك متر باور 4. خلي بالك المليمتر ب 10 باور 3 متر, لكن المليمتر باور 4 يعني هتضرب ال 10 باور 3 دي باور 4 تبقى 10 باور 12 النيجاتيف 12 يعني. تمام, عشان ما حدش يفتكر ان احنا هنضرب في 10 باور 3 وخلاص. لا, 10 باور 3 دي لو مليمتر, لكن دي مليمتر باور 4. فتبص كويس قوي على اليونت في الـ في الـ في الام سي كيو في الشوت. تمام, بكده يبقى احنا خلصنا. حد عنده سؤال؟ لو سمعت يا باشمهندس, هو يعني شابتر 5 كله هو هيجي لك, ممكن يجي لك 2D ممكن يجي لك 3D. تمام, شكرا لحضرتك. تمام, شكرا لحضرتك. تمام, حد عنده سؤال؟ هو شابتر 5 ده اللي هو كان السبورت صح؟ انواع الجزء الاولاني بتاعته السبورتس اللي هي البن والرولر والفيكس سبورت والحاجات دي. وبيبقى رود واحد. والجزء الثاني كنا بناخده 3 دايمنشن البول اند سوكت جوينت بس ونكمل فيه. هو الكويز هيبقى ان شاء الله يوم الجمعه الجاي الساعه 10 بالليل صبح. صبح بالليل. باشمهندس انا هنا جبت السل بتاع الشكل اللي هو من الشابتر 9 اللي هو قبل ده. جبت السلتوريت بقوانين الشابتر 9. ايوه تمام تمام. زي ما قلنا قسمناه الاربع اشكال زي ما كنا مقسمينه وجبنا كل واحده فيهم الواي بار والاريا. ما جبتش الاكس بار لان كده الاكس بار بزيرو. ما احنا قلنا لما يبقى عندي محور تماثل, انت شايف محور التماثل هو الواي. انا عندي محور تماثل الواي اهو, محور التماثل بتاع الواي, يبقى لازم السنترويد للشكل كله عليه. وهو فعلا طلع السنترويد للشكل كله عليه. تمام, خلاص. كل سنه طيبين يا باشمهندسين, واتمنى ان يكون كنت خفيف معاكم على الترم. يعني الترم عدى خفيف كده ان شاء الله, وربنا يسهل باذن الله في الامتحانات. تمام, وحضرتك خدت ان شاء الله في الامتحانات. حد كان زعلان مني في حاجه, متضايق مني في حاجه؟ لا دكتور, لا مش معنى اسمه ده. تمام, ربنا يخليكم ان شاء الله. تمام, بالنسبه للجزء اللي طبعا او الفتره اللي جايه, اي حد عنده سؤال عنده اي حاجه يبعت لي على التيمز, عادي يبعت لي على التيمز وان شاء الله ارد عليه, ما فيش اي مشاكل. ونصيحه, ما تهملش الماده. انا عارف الفتره طويله شويه, يعني حاول على الاقل تبقى الماده في دماغك على طول. مش هقول لك ذاكرها كل يوم طبعا, يبقى ده مش منطقي, بس يعني مثلا مره في الاسبوع لحد ما الفاينلز
شوف الفاينل هتتحدد امتى. ان شاء الله الفاينل يوم 20، ما يجلهاش عن كده. وانت بيبقى الماده في دماغك على طول، لان صدقني لو انت اهملت الماده فتره، مثلا اهملتها شهر وجيت تبص عليها بعد شهر، هتلاقي نفسك يعني نسيتها، هتاخد مجهود منك كبير. لكن لو كل اسبوع مثلا بذاكر شويه ديناميكا، براجع المنهج، براجع القوانين، بحل على المسائل، هتبقى الماده في دماغك على طول دايما ومش هنساها. وده هيسهل لي كتير قوي ان شاء الله ساعه الامتحان، ان انا ما بقاش الدنيا بالنسبه لي صعبه ولا مكلكعه ولا اي حاجه. وبالتوفيق ان شاء الله. تمام، حد عايز حاجه؟ شكرا يا باشمهندس. تمام، السلام عليكم.